تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو يزيد مساء الخير يا أطفال. راكم هايلين بهذا المكياج وهذه الرسومات في الوجه ديالكم. مرحبا بكم. إذن يا أطفال، شكون اللي عيطنا له في الهاتف باش يحضر معنا اليوم؟ شكون اللي عيطنا له في التليفون باش يحضر معنا؟ إذن يا أطفال، أنتم تاني إلا حبيتوا تشاركوا وتحضروا معنا، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت عبر موقع عمويزيد.com بهذا الشكل. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تسجلوا لازم تكونوا تصبروا شوية، علاش؟ لأن التسجيلات كثيرة وفاقت 20,000 تسجيل، وهذا يدل على حبكم الحصة مع عمو يزيد اللي هو تاني حبكم. إذن صبروا شوية وراح نتصلوا بكم. اليوم يا أطفال كاين مناسبة مهمة. وش هي المناسبة لآخر يوم أحد في شهر ماي؟ آخر يوم أحد في شهر ماي. واسمك؟ سفيان. وش هي؟ عيد الأم. عيد الأم. برافو 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 برافو. لا عيد المرأة 8 مارس. عيد الأم آخر يوم أحد من شهر ماي. نقولوا لأمهاتنا كل عام وهما بخير. كاين مفاجأة راني محضرها لكم. قبل هذا الشيء كاين لغز اليوم. تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول: أسير بلا رجلين وأدخل إلى الأذنين، من أنا؟ أسير بلا أرجل وأدخل إلى الأذنين، من أنا؟ أنتم شاطرين؟ اصبروا شوية. دوك في نهاية الحصة مع الأطفال اللي راهم معنا يقدروا هما تاني يتوجهوا لموقع الإنترنت عمويزيد.com ويشاركوا في الجواب على اللغز بهذا الشكل هذا. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. اليوم يا أطفال كلفنا الباحثة باش ديرنا هذا البحث الجميل عن شخصية جزائرية اللي هو عبد الرحمن فارس. تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة الشهيد عبد الرحمن فارس. ولد بأخبو بولاية بجاية في 30 جانفي عام 1911، وهو من قدماء الوفود المالية للجزائر. انتخب في المجلس التأسيسي عام 1949، ترأس المجلس الجزائري في الجنوب الجزائري عام 1953، وعمل موثقا بمدينة القليعة غرب العاصمة. عند اندلاع الثورة حاولت فرنسا استغلاله في خطتها لمواجهة الثورة، لكن جبهة التحرير أحبطت ذلك. ثم استقر منذ 1956 بفرنسا، وكان يعمل مع فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا لجمع التمويل للثورة عن طريق الاشتراكات من المهاجرين، لكن السلطات الفرنسية اعتقلته يوم 4 نوفمبر عام 1960، وأطلق سراحه بعد إعلان وقف إطلاق النار. عين أثناء المرحلة الانتقالية على رأس تنفيذي مؤقتة بعد لقاء بينه وبين لوي جوكس ممثل الحكومة الفرنسية. استهل عمله بخطاب متلفز طمأن فيه الجزائريين والفرنسيين معا، وألح على رفض العنف والتعاون من أجل فرض السلم بعد حرب طويلة. اقتنعت فرنسا الاستعمارية بأن كلمة الفصل في استقلال الجزائر تعود للجزائريين وحدهم الذين خرجوا بقوة يوم 1 جويلية عام 1962 للإدلاء بأصواتهم والإجابة على السؤال الذي طرح عليهم في الاستفتاء: هل تريدون أن تصبح الجزائر دولة مستقلة؟
وكانت النتيجة لصالح الحرية بأغلبية كاسحة. وبعد يومين أي في 3 جويلية عام 1962 بعث الجنرال دوغول رسالة إلى عبد الرحمن فارس رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية التي أطلق عليها البعض حكومة روشي نوار بومرداس حاليا، يعلن فيها اعتراف فرنسا بنتائج الاستفتاء وباستقلال الجزائر لتنفجر بعدها الفرحة في كامل البلاد بسبب رفضه السياسة السلطوية للرئيس أحمد بن بلة. فقد تم اعتقال فارس في يوليو عام 1964، وبعد عام وصل الرئيس هواري بومدين للحكم وعفى عن فارس الذي انسحب من الحياة السياسية. وفي عام 1982 نشر سيرته الذاتية باللغة الفرنسية بعنوان الحقيقة النيئة. توفي فارس في 13 مايو عام 1991 عن عمر 79 سنة في زموري بالجزائر. رحم الله الشهيد. شكرا 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 شكرا. يا أطفال وش رأيكم بمناسبة عيد الأم؟ عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. يلا تغنوا معايا كاملة. كامل. نحبك مامتي ونحبك أبيتي، حبكم حياتي وسر سعادتي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. تعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، تعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك مامتي ونحبك أبيتي، أنتم حياتي وسر سعادتي. لا أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك مامتي ونحبك أبيتي، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. برافو 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 يا أطفال برافو. وش رأيكم دركا نروحوا الألعاب الخفة تحبوها؟ إذن يلا مع عمو فؤاد اللي جانا من مدينة موريال من كندا. تفضل عمو فؤاد. شكون اللي عنده لي فيو لي غارسون، شكون اللي عندهم خاتم؟ اللي عنده خاتم، شو اللي عنده خاتم؟ أروح أنت. اسمك؟ محمد. محمد، تصفيقة حرة على محمد.
وين الخاتم محمد؟ محمد شوفوا الخاتم مريم محمد. تفضل مبروك عليك. تزوج محمد؟ اي ماي جاد وي الى انفي ديجا 10 ans comment se penser au mariage. Mon fils est encore jeune. OK. شوف محمد نعت بلي سيت اون باك سي محمد بي محمد عنده اون باك مليحه. كومون؟ شوفوا محمد. ها. عاد هات فيدك، هات يدك. بون، دركا وين لا باك تاعك يا محمد مارياج وفيونساي؟ جو نسي با، يغيغول، إلا أونفي دو سو ماري سو تيب لا. تو دي بوزيو. Ah, merci, voilà. Il faut attendre la 20 ans, tu vas voir. OK. Oui, la bague. Je n'ai pas touché. Rahi Mahtoutine. Fais le fait que tu as la sierra taille. Sierra taille, barra. Tu vas dire. La bague taille, elle fait la sierra. Il ne croit pas. OK, regarde. هذه تاعك لا باك. اون با. اون با فيغ كوم سا. اون با انلوفي لا باك. اسكو سي با فاسيل دونلوفي. مانو. فيان با. اون با دوني سا لامبورت كي. خيرو لا خيرو هذه ولا هذه هيا انا هي خيرو هذه ولا هذه واش باغا محمد خير هذه ولا هذه سيغ سيغ ولا تحب هذه ستات ودي سيدي خلي هو خير هذه وانتوما انا هذه هذه محمد اوكي محمد خير هذه احكم انتوما محمد بعد هنا احكم لاباك تاعك حطها في جديد فوالا تون كوم سا شوف محمد دركا لازم نديرو لا سيناتور تاع عمو يزيد انا ما واحد الموريال ما نديش لا سيناتور تاعو ما لازم سيناتور نيميرو دو كونت لارجون اي وي سي فري نيميرو دو كونت عمو يزيد با هكا بنتي اكتب اسمك اكتب اسمك مع عمو يزيد وسميوك اسمك ها اكتب اسمك هنا فوالا regardez شو سميوك؟ واسمك؟ محمد سير هذه ولا هذه؟ خير هذا براسك سير اوكي اروح عبد الجليل اروح دركا اون با اروح اروح باسكو بار ماجي كاس كون با فيغ؟ جو في لا فير ديسباغيتر ونحطها الداخل محمد راح يحل الفلفل تلقاها الداخل ريغارد بيان مي بور اتر بلي سير كو جو بو فير سا شوف محمد ريغارد اون با كومونسي بار سا تي بي سوفلي محمد با كراشي سوفلي اوكي ريغارد جو في لا رامني ديسي نو لا بوش اي فيرمي Ici, regardez Mohamed. Donc, si j'ai. Si j'ai pu. Quel qdrt. N'hotta. Fijibou, donc, facilement, n'hotta. N'hotta. Fil, fil, fil. D'accord? Regardez. Kingulik Mohamed. Après, il y a le haka.
غير حل هكا اروحنا ne bouge pas beaucoup حل الفلفل وخليها كوم سا ما كوم سا الاصدقاء كل يشوفوا بس درك شوف اوكي شوف يا محمد لا 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 حل يا محمد دوسمون بالعقل حل من خير حل من فوالا لاس كوم سا واش دركا كان يقول لك اه الفو تيغي واش كاين عمو يزيد شوف ازبد اسمك هذا هيا تشوف احك بها سوفينير بنتي هي احك بها سوفينير هكذا كتبتي اعطيها لها سوفينير خلاص خليها عندك هيا كوم سا برافو 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 شكرا برافو. مع السلامة برافو 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 ميرسي برافو تفضل يا اطفال عجبكم عمو فؤاد واش رايكم دركا نروحوا للحكاية تحبوا الحكاية يلا نحكي لكم حكاية يا أطفال كالمعتاد راح نحكي لكم حكاية وهذه الحكاية دائما يكون فيها عبرة في الأخير ومثل هذه الحكاية تاع السيدة البخيلة والخروف كانت واحدة السيدة عندها مزرعة عندها مزرعة وعايشة التجارة نتاعها بالصوف نتاع الخرفان اللي عندها ولكن هذيك السيدة كانت بخيلة كانت تحب هي تدير كلش كان عندها خدام واحد مسكين هو يدير كلش وهي تقول له لا لازم تخدم اكثر كان ما يقولش خلاص باش تجيب خدام واحد اخر وتخلصه وكامل ما تحبش كانت بخيله كانوا عندها الخرفان واحد النهار جاء واحد الراجل حب يشري عليها الصوف قال لها الصوف تاعك مليحه حبيت نشريها عليك قال لها قالت له صح نبيع حالك تفاهموا على الثمن وكامل ثمن غالي قال لها من على يومين راني نجي نديها قالت له صحه ومن بعد هي باش تجز هذيك الصوف باش تنحي هذيك الصوف من الخرفان لازمها الخدام لازمها الناس تخدم راحت للسوق هكذا تحوس على الناس اللي تعمل سقسات واحد قالت له انت يا مورف خدم معايا العام اللي فات شحال تخدم لي قالها هذا العام نزيد عليك الثمن ب 20% قالت له لا لا هذا غالي كان معها واحد الانسان تعرفه زميل كما هي قالها لا لا هذا هو الثمن معقول قالت له لا لا ومن بعد راحت قالت دوك نخدم وحدي انا ما نسحق حتى خدام وبقات راحت حكمت هذوك الخرفان وبقات تنحي لهم في الصوف هكذا شافتوا بلي عمل شاق ما تقدرش دوك كي نحات هذوك وجاه هذاك الخدام اللي كان يخدم عندها مرهق قالها انا ما نقدرش ندير كاع هذا الخرفان وحدي وكامل قالت له دبر راسك نعاونك انا وبداو يخدموا بعد هي طاحت مريضه تلمو خدمت بزاف طاحت مريضه ولات حتى الخرفان كي تنحي لهم ما تعرفش ماهيش العمل تاعها ولات توجعهم دوك كي توجعهم ولاو يضربوها هذوك الخرفان دوك مرضت بهذاك الضرب بهذاك التعب وكامل طاحت في الفراش وجا هذاك الانسان اللي كان المفروض يجي ياخذ الصوف تاعو على يومين قالها وين راهي الصوف ديالي قالت له انا مريضه قالها الصوف ديالي وين راهي هو سمع قالوا له باللي ما حبتش تخلص الناس باللي تحب الناس يخدموا بزاف ما تحبش تخلص مليح يعني ما تعطيش كل ذا حق قال لها ما وجدتيليش الصوف ديالي ما نشريهاش دوك نروح نشري مع عند الناس مع عند مزارع اخرى قالت له لا لا دوك نوجدها قالها على بالي باللي ما حبيتيش تجيب الخدامين والخدام ديالك ما حبيتيش تخلصيه مليح على هذا الشيء اللي راكي في هذا المأزق هذا عمو يزيد نفهموا من هذه الحكايه باللي حتى البخل يؤدي الى الخساره بالضبط بوبي بالضبط برافو 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 يا اطفال بالمرات الانسان لما العامل يكون يعمل لازم يعطي له حقه ما لازمش الشح والبخل مش مليح في حياتنا تاع كل يوم يا اخي يلا يا اطفال لحقنا دروك الروك اللي نحبوه بزاف انا واش هو اللي تجوا لهنا تحكوا لي النكت شكون اللي عنده نكته تعال اروح ولدي عندك يلا تفضل واسمك ولدي محمد مين تكون محمد بوينه
في باين يلا احكي لنا. القى دخطة واحد عمى وواحد هونديكابي وواحد فقير شاو طوموبيل وما سرقوها لهم. العمى قال لهم شتهم، هونديكابي قال لهم جيت مورا وما وصلتهمش، والفقير قال لهم تخافوش وما نشيكم واحد اخرى. برافو برافو. لا لا هي ومن بعد انت تعالي. فوالا واسمك بنتي؟ سارة. سارة وين تسكني سارة؟ ألجي. ألجي تفضلي اعطينا النكتة تاعك. قال لك واحد الفقير طلب من واحد الراجل 10 دنانير، أعطى له 10 دنانير، قال له واش دير بها ما دير لك والو، قال له أنا نروح نوزن روحي عندي يومين مني ما كليتش. برافو برافو. تعال تعال تعال. واسمك؟ أيوب. وين تسكن؟ باب الزوار. باب الزوار أعطينا نكتة تاعك. قال لك واحد البوليسي شاف واحد بلا سبتة، قال له وين راهي السبتة؟ قال له اوه نسيت افسر والاخر. برافو برافو برافو. تعالي بنتي تعالي. عندك نكتة؟ اي دوك نجي عندك. تفضلي تفضلي. قرآني قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني ترفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء، يا ربي قد نلت ملايا وبختم كتابك ألقاك، وبختم كتابك ألقاك بشراك يا حافظة القرآن، حين تنالي من رب الرضوان ويقال لك ارقي أعلى جنان، في يومي تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني ترفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء، يا ربي قد نلت ملايا وبختم كتابك ألقاك، وبختم كتابك ألقاك. برافو برافو برافو. شكون اللي عنده نكتة؟ أنا. أروحي بنتي أنت، تعالي تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ شاهيناز. وين تسكني شاهيناز؟ عيناجة. في عيناجة، خيار الناس. احكي لنا النكتة تاعك. قال لك كاين واحد الراجل راح يخطب واحد المرأة، شرطوا له ب5 ملايين، قال لهم علاش شحال راكم تحسبوا فيها الكيلو؟ عم بالهم يبيعوا. تعال تعال أروح تفضل اقعد. واسمك؟ وسيم. وسيم مين جيت وسيم؟ سوق هراس. خيار جيتوا من سوق هراس، تحبوا عمو يزيد؟ الله يبارك، مرحبا بك وسلامي لكاع ناس سوق هراس يا اخي. يا الله احكي لنا النكته تاعك. انا قال لك واحد الراجل سقساه شكل شكون طول النهار ولا اللي، قال له ما عم بال ما شتنش واقفين مع بعض. واش قالوا له؟ ما شفتهمش واقفين مع بعضها النهار والليل. برافو برافو برافو. اروحي بنتي تعالي تعالي. واسمك؟ منال. وين تسكني؟ في قليعه. في قليعه، خيار الناس. احكي لنا النكته تاعك. واحد النهار واحد الراجل اللي حب يشري صباط، كي راح للحانوت قال له شحال تلبس؟ قال له حنلبس صباط. بعد قال له شحال الراقب؟ قال له نلبس زوج فردات. برافو برافو برافو. يا اطفال الحقنا الركن الجواب على اللغز. اسير بلا ارجل وادخل الى الاذنين، من انا؟ انا 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 انا. يلا انت يا علي. كوتنتيش. دقيقة قالت لي كوتونتيج، لا لا ماشي كوتونتيج. قولي صوت. عرفها 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 عرفها. واسمك؟ سفيان. وين تسكن سفيان؟ قليعة. راكم اون فورس اليوم قليعة، خوك هذا. اوكي سفيان قال لكم اسيروا بلا ارجل وادخلوا الى الاذنين. Je n'ai pas de pied, mais je rentre dans les oreilles. هو le son, الصوت. يا أخي، إحنا واش نعطوا لسفيان؟ نعطوا له هدية. أعطيني الهدية تاع سفيان. أعطيني الهدية. إذا سفيان، برافو 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 سفيان. سفيان، عندك سيدي مدرستي. عندك كذلك
قبعة مع عمو يزيد، وعندك كذلك هذه علبة فيها ألعاب الخفة تاع عمو فؤاد، راح يوريك كي تخرج من الحصة، يوريك كيفاش تستمتع بهذه الألعاب هذه. مبروك عليك، مبروك عليك، مبروك عليك. الحقنا درك الفقرة عيد الميلاد. سيرين 8 سنوات، تفضلي سيرين. أرواحي بنتي، أعطيني الشهادة تاعها. إذا سيرين عيد ميلادها اليوم 8 سنوات، وإحنا كاع الأطفال اللي راهم حاضرين معنا اليوم وكاع الأطفال اللي حضروا معنا نعطوهم شهادة مشاركة في حصة مع عمو يزيد. دوك هي تاخذها درك، وانتم غير تخرجوا منا تسيبوا الشهادات نتاعكم في الانتظار تاعكم، تاخذوهم كامل معكم باش تعلقوهم في الدار، تدي في الانيفرسار وتدي كي تشارك في الحصه. يا اخي تفضلي بنتي. اذا اصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع سيرين، وحنا نغنوا لها عيد ميلادك احلى عيد. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يباركولو، أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو برافو. إذن 8 سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة زوج واحد. برافو 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 برافو. إذن انتي تقطعين الكاتو ورانا جيعانين هاكي بنتي، وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا نهار 3 على 5 تاع العشية على قناتكم الشروق تي في. نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.